ينضم معي كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة كوتي السيد رائد الخضر من دبي. أهلا بك سيد رائد معنا في هذه الجولة. أبدأ معك سيد رائد من الحدث العالمي الاقتصادي الأبرز، المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق يوم أمس بشعار لا شيء مستحيل. الإمارات يعني كانت قد شاركت في منتدى دافوس العالمي 2023، كيف تقيم دور المشاركة العربية في هذا المنتدى العالمي؟ تفضل سيد خضر. أنا أعتقد شكرا للاستضافة، وأعتقد هذا المؤتمر يلقى تركيزا كبيرا من قبل جميع الأسواق وجميع المستثمرين حول العالم، وذلك للحصول على رؤية أكثر وضوحا إلى مستوى الاستثمار ويعني توجهات الاستثمار إجمالا على مستوى عالمي، خصوصا أنه هذا المؤتمر يضم حكومات وأيضا رؤساء تنفيذيين للشركات، يعني بشكل أو بآخر هو يعني المشاركين الأبرز بالأسواق وبحركة الأسواق في الفترة القادمة، خصوصا ما قدامنا على عام يوصف بشكل كبير بأنه عام قد يكون الركود الاقتصادي يعني عنوانا كبيرا للعديد من الاقتصادات في العالم، وربما بعض الاقتصادات بدأت فعليا تظهر عليها هذه العلامات. أعتقد الإمارات وصاحبة خطوات سابقة فيما يتعلق بتبني أفكار نموذجية جديدة وداعمة ومحفزة للاستثمار، وطبعا تبادر بشكل دائم إلى أن يكون هناك خطط موجهة ذات مدة زمنية متوسطة إلى طويلة مسبقة، وفي نفس الوقت تحتوي على الديناميكية المطلوبة لظروف المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي. وأعتقد كانت يعني توجيهات واضحة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه يكون في توجه نحو تبني العديد من المشاريع الكبيرة على مدى العشر أعوام القادمة، وممكن يكون بما يناسب العشر مشاريع لكل عام، أي أكثر من 100 مشروع في الفترة القادمة، وذلك يعتبر طموح وطموح جدا، وهذا سوف يتم عرضه بلا شك خلال مؤتمر دافوس. لكن الأهم من ذلك أعتقد أنه يكون في عنا تفاهم نوعا ما على مشاكل عالمية تهدد حقيقة النمو الاقتصادي العالمي، كما ذكر صندوق النقد الدولي بأنه في يعني توقعاته الأخيرة بأنه العديد من الاقتصادات في العالم ستواجه ركودا اقتصاديا بنتيجة التبني السريع لسياسات التشديد النقدي، وفي نفس الوقت يوجد مستويات تضخم مرتفعة حول العالم مدفوعة بالعديد من العوامل منذ أزمة كوفيد-19 وصولا إلى التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة التي تعصف الاقتصادات العالمية. أعتقد ذلك هو جوهر الموضوع حاليا بالنسبة للاقتصاد العالمي، وكل الأنظار تتجه إلى حلول مرتقبة لهذه الأزمة. طيب سيد رائد، أبقى معك في مؤتمر دافوس، يعني شهد المؤتمر تغيب للرئيس الأمريكي، كذلك الجانب الصيني والجانب الروسي لم يسجل أي حضور، كيف سيؤثر هذا الغياب لهذه الاقتصادات العالمية الكبرى على مجريات هذا المؤتمر؟ قد لا يقلل بشكل كبير من أهمية هذا المؤتمر، ولكن نعلم تماما أن هذه هي الاقتصادات العظمى، ونعرف تماما التوجهات الاستثمارية الخاصة أو التوجهات الاقتصادية الخاصة بهذه الدول في الفترة القادمة، ولكن لا شك أنه الظروف والتوترات الجيوسياسية الموجودة والظروف الأخيرة يعني ضغطت على عدم وجود هؤلاء الرؤساء. ولكن ما نريد التركيز عليه أكثر أن يوجد لدينا أزمات كبيرة، يعني عبدت الاقتصادات، أنا أنظر إلى المشاكل، أنظر إلى الاقتصاد الأمريكي ومشكلة التضخم المرتفع ومخاوف الركود الشبه مؤكدة أنه ممكن تحدث خلال تعاملات هذا العام، خصوصا مع يعني ظهور ضعف نوعا ما في بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، منها مبيعات المنازل على سبيل المثال، منها أيضا ارتفاع في يعني
كلفة الديون بشكل أو بآخر بنتيجة تشديد السياسة النقدية والذي من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي. نتحدث عن الصين التي لسه مؤخرا يعني خففت بعض الضغوط، ولكن لا ننسى أنه نموها الاقتصادي هو الأقل في 50 عاما ب 2.9%، يعني ذلك يضغط طبعا نتيجة أنه كانت إغلاقات اقتصادية ونتيجة التوترات الجيوسياسية، ووصولا إلى روسيا التي نتيجة التوترات الجيوسياسية التي حدثت وكذا ولا تزال تحدث، وفي نفس الوقت أيضا العقوبات المفروضة على روسيا والضغوط الكبيرة الموجودة عليها. أعتقد هذا هو ما يسلط عليه الضوء حاليا أكثر من أنه هم غير موجودين، ولكن نعلم تماما ما يدور في هذه الاقتصادات وما هي المشاكل التي تعاني منها حاليا وكيف تنعكس هذه المشاكل على وضع الاقتصاد العالمي، كونه نحن عم نتحدث عن الاقتصادين الأمريكي والصيني هم أكبر اقتصادين في العالم. بالتالي هذه المشاكل ليست مشاكل هذه الدول فقط، وإنما أصبحت المشاكل العالم بشكل عام. بشكل واضح نلاحظ التضخم وارتفاع أسعار المستهلكين، أزمة كبيرة جدا تهتك بكل الاقتصادات، وفي نفس الوقت عندنا الإجراءات النقدية التي يتم اتباعها محدودة. يعني حتى لو رفعنا أسعار الفائدة، فأنت برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية أنت تخنق النمو الاقتصادي من الجهة الأخرى بنتيجة رفع تكلفة الاقتراض على الشركات وعلى الأفراد، وذلك قد يسبب بشكل مباشر عدم مقدرتهم على الاستهلاك بشكل أكبر، عدم مقدرتهم أيضا على التوسع في الأعمال بالنسبة للشركات، فذلك بشكل غير مباشر يقلل الطلب. ممكن يخفض الأسعار، ولكنه تخفيض الأسعار وتراجع التضخم لا ينم عن تعافي اقتصادي، وإنما هو مفروض بنتيجة ارتفاع التكاليف، بالتالي ذلك ينعكس على مستوى المعيشة إجمالا بالتراجع نتيجة أن الطلب يقل نتيجة عدم المقدرة على البقاء على مستوى المعيشة بالنسبة للعديد من الأفراد وبالنسبة للعديد من الدول. بالحديث سيد راد يعني عن المستوى المعيشي بالنسبة للعالم، رجح خبراء اقتصاديون خلال مؤتمر دافوس، رجحوا أن يكون التضخم العالمي قد بلغ بالفعل ذروته في 2022 كما تابعنا في التقرير، لكن في ذات الوقت صرحوا بأن أزمة المعيشة التي تواجهها دول العالم النامية لن تحل قريبا. يعني السؤال هنا، ماذا سيقدم دافوس لهذه الدول؟ ماذا سيقدم دافوس؟ يعني الآمال تنعقد على أن يكون في عندنا خطط تنموية على مستوى كبير تدعم بشكل مباشر الاقتصادات النامية للخروج من هذه الأزمة، لأنه حتى إن خرجت الاقتصادات الكبرى تحتاج إلى أسواق، تحتاج إلى يعني أسواق تصريف، وطبعاً لن يوجد أيضاً تكون الأسواق النامية. ولكن النقطة الأبرز أنه عدم مقدرة الاقتصادات النامية على الخروج من الأزمة بنتيجة مثل ما ذكرنا أن احنا عم نرفع بنفس الوقت اللي عم نقوم فيه بمجابهة التضخم، أنت عم تجابه التضخم من خلال رفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ذلك بطريقة غير مباشرة خلينا نقول يقلل الطلب على نتيجة عدم المقدرة على الشراء عند هذه المستويات، ورأينا ذلك من خلال مؤشرات مديري المشتريات العديد من الدول حول العالم أنه هي تميل إلى الانكماش أكثر وتقطع تحت مستويات 50 الفاصلة ما بين الانكماش والتوسع بشكل كبير جدا، بالتالي أو لفترة طويلة. بالتالي ذلك يعطينا إيحاء مباشر أنه هذه التكهنات أو هذه التصريحات اللي تفضلت ذكرتها هي يعني نابعة من أنه تشديد السياسة النقدية خنق النمو الاقتصادي، عدم المقدرة على الأداء في الفترة الحالية، وذلك يحتاج فترة أطول ممكن تلجأ الاقتصادات النامية في وقت متأخر من العام الحالي إلى تسهيل وتيسير السياسة النقدية. إذا ما حدث ذلك فعلا من الاقتصادات النامية أو من مراكز التمويل الأخرى أو الدول الأخرى، إذا ما بدأت تصبح أسعار فوائد أقل نسبيا ويعني affordable بالنسبة لهم حتى يكون هناك اقتراض تمويل ومن ثم انتعاش الاقتصادات مرة أخرى من خلال خلق فرص جديدة واستثمارات جديدة تخلق فرص عمل ودخول جديدة، بالتالي ذلك قد يحسن الطلب دون الحاجة إلى رفع أسعار الاستهلاك بطريقة غير مباشرة. كانت الأسباب الرئيسية للتضخم هي ارتفاع بأسعار الطاقة والأزمات التي مرينا فيها في الفترة الأخيرة التي وقفت بشكل كبير سلاسل الإمداد
ورفعت من الأسعار والتكاليف بشكل عام. الآن مع غياب العديد من المشاكل هذه مثل ما يتعلق بسلاسل الإمداد ورفع القيود على الاقتصاد الصيني على سبيل المثال وتخفيف الإجراءات حول العالم أو وإيقافها نوعا ما، ذلك سيحفز الطلب مرة أخرى بالاتجاه الصاعد وممكن أنه يقلل من الأثر السلبي. لكن في مفارقة بسيطة، مع بالرغم من كل التوقعات بالركود الاقتصادي اللي ممكن أن يأتي على العالم في العام 2023، إلا أنه حتى الآن البيانات هي أفضل من التوقعات، وذلك يعطينا إشعار بأنه التوقعات كانت مفرطة بسلبية نوعا ما، لكن الوضع أحسن من التوقعات. ذلك رأيناه على سبيل المثال بالنسبة للقراءة البريطانية، وحتى بالنسبة لقراءات البيانات الصينية، المملكة المتحدة نمت بأفضل من التوقعات على الرغم من أزمة البريكسيت، على الرغم من أزمة الطاقة. الصين أيضا نمت بأعلى من التوقعات، صحيح هي أقل بالمقارنة مع القراءات السابقة ولكن لا تزال أفضل من المتوقع، فهذا يعطينا إشعار أنه الأمور هي أفضل من التوقعات حتى الآن. أيضا سيد رائد، يعني للركود كان له نصيب في دافوس، رؤساء تنفيذيون واقتصاديون عالميون يحذرون من داخل دافوس، استعدوا للركود في 2023. كيف يمكن للحكومات أن تحمي الأفراد من الركود خلال العام المقبل؟ بالنسبة للركود، طبعا صندوق النقد الدولي أعطى إشارات أنه الركود ممكن يصيب أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي وأكثر من نصف الاقتصادات الأوروبية قد تعاني من الركود، لكن ما نريد الإشارة إليه أنه عمل الحكومات كسياسات مالية إلى جانب السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية كلاهما معا ممكن أن يساهم في تخفيف الإجراءات أعتقد، أو في تخفيف الأثر السلبي للركود الاقتصادي. ممكن يكون تدخلات الحكومة من خلال بعض برامج الدعم الأساسية التي تمنع أن يكون في عندنا نوعا ما مشاكل كبيرة تصيب مستويات الاستهلاك الاقتصادي. ممكن يكون التمويل بالعجز أكثر، بنشوفه إنفاق من قبل الحكومات على الرغم من أنه طبعا ذلك يترافق مع أنه وصلنا إلى قمة تشديد السياسة النقدية بالدائرة الاقتصادية، وأنه يبدأ بعض الشيء بتقليص أسعار الفائدة للمحافظة على النمو الاقتصادي والحقول دون أن يكون هناك يعني ركود فعلي. برامج تنموية ممكن تساعد أكثر الاقتصاد، وأيضا طبعا تشجيع بشكل مباشر التصدير والأعمال المرتبطة بطريقة غير مباشرة للمشروعات التجارية، يكون في عندنا برامج دعم متخصصة للمشروعات التجارية تساعد المتوسطة والصغيرة، تساعد على أن لا يكون تأثير الركود الاقتصادي سيء جدا على هذه القطاعات. أعتقد هذا أبرز ما يمكن أن يتم تقديمه، بالإضافة إلى السياسة المالية اللي هي متبعة أن يكون في عندنا اقتطاعات ضريبية أقل، ممكن يكون طرح بعض البرامج التي تساعد على تخفيف الأعباء والرسوم على الأفراد، ممكن ذلك أن يلعب دورا في الفترة القادمة. ولكن ما لم يحدث فعليا الركود الاقتصادي ويبدأ آثاره السلبية لا يمكن يعني التدخل بشكل مباشر بهذه الخطط. طيب سيد رائد، انتقل معك الى ملف الطاقه. بالتحديد للنفط الروسي، سجلت مشتريات الهند من النفط الروسي قفزه ب 33 مره في ديسمبر 2022. هل تعتقد ان روسيا يعني من خلال كسب زبون اسيوي بهذا الحجم وعملاق الاستهلاك العالمي بالنسبه للنفط، يعني تمكن الروس من التغلب على عقوبات الاوروبيين؟ هو باب خلفي بلا شك للعقوبات، يعني يعتمد عليه الروس حاليا نظرا لوجود الضغوطات والعقوبات التي تنال النفط الروسي.
اعتقد ذلك يؤكد، ولكن بطريقه غير مباشره ايضا مثل ما حكينا انه هناك امال وافاق ايجابيه لتحسن الطلب في الفتره القادمه، وذلك دعم نوعا ما ارتفاعات عند واضحه باسعار النفط. مؤخرا شفنا كيف عم يرتفع ويتحسن بشكل جيد على الرغم من وجود العقوبات الروسيه. اعتقد الموضوع مرتبط اكثر بمستويات الطلب، مرتبط أكثر بالمشكلة التي تكمن ما بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يكون في عندنا حلول لهذه المشكلة في وقت أقرب، وأنه أو توقف عن الاقتتال في وقت قريب ممكن أن ذلك يدعم استقرار بشكل أكبر بالنسبة للاقتصاد الروسي، ولكن هو غير يعني غير كافي، وإنما هو مؤقت كباب خلفي بالنسبة للاقتصاد الروسي الذي يعاني فعليا، ومع وجود أزمة عالمية أعتقد ممكن تكون المعاناة أكبر. ونعلم تماما عندما تحدث المعاناة والمشاكل تبدأ هناك التغيرات السياسية الكبيرة اللي ممكن تحدث بلا شك وتؤثر على السيناريوهات المطروحة في الأسواق. لا أستطيع اقتصاديا أن أرى أن ذلك حل جذري للاقتصاد الروسي، وإنما هو يخفف من وطأة الأزمة بوجود العقوبات. لكن لا نعرف تماما أن الاقتصاد الروسي من عام 2014 هو تحت عقوبات متتالية، لم يغير ذلك كثيرا مع وجود عقوبات جديدة مرة أخرى. بنفس الوقت ذلك يؤثر على عجلة النمو الاقتصادي بشكل واضح. في عام يتوعد الجميع انه او جميع المؤسسات البحثيه انه عام ركود اقتصادي، فاعتقد سوف يكون صعب على الاقتصاد الروسي كذلك. نعم سيد رائد، اختتم معك من سوق الذهب الذي شكل نقطه تفاؤل لبعض الاقتصاديين لهذا العام. راحوا يعتبرون ان العام 2023 سيكون هو عام الذهب، برأيك كيف ترى مثل هذا التحليل وأيضا مستقبل الذهب خلال العام المقبل؟ يكتسب الذهب حقيقة موجة صاعدة حاليا بشكل واضح، وهذا الموجة التي نراها تستمر حقيقة بنتيجة أنه في عندي ضعف بالدولار الأمريكي. كل ما اقتربنا أكثر من قمة أسعار الفائدة بالنسبة للدولار الأمريكي، كل ما بدأ الدولار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بدأ الدولار الأمريكي مسارا هبوطيا أكثر حدة. الآن الدولار الأمريكي هو عند مؤشر 102-103 أمام السلم من العملات. نلاحظ عودة الجنيه الاسترليني والين الياباني الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو للارتفاعات بشكل واضح امام الدولار الامريكي. ذلك الدعم بانه يكون في عندنا ارتفاعات في اسعار الذهب. اضف لذلك مخاوف الركود الاقتصادي عزز عندي اسعار الذهب باتجاه الصعب، ولكن نحن كمان بنفس الوقت يجب ان ننظر نظره فنيه للاسواق كمخطط سعر الذهب. يظهر انه يكون في عندي صعوبه كبيره في تجاوز مستويات ال 1940 1930 دولار للاونصه، وممكن انه تمنع الذهب من الارتفاعات بشكل اكبر، ولكن في حال تم اختراقها نحن راح نشوف القمة السابقة عند الـ 2074 وممكن أعلى منها خلال الربع الأول من هذا العام إذا تم اختراقها فعليا في يعني للمستويات 1930 1940 خلال تعاملات الفترة الحالية. عدا عن ذلك مهددين بالهبوط بشكل أكبر إذا كسرنا دون مستويات 1860 دولار للأونصة بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. بشكل عام أنا أؤيد أنه الاتجاه الصاعد على الذهب في الفترة الحالية، ويوجد العديد من العوامل المؤيدة لأسعار أعلى على الذهب على الأقل فوق الـ 1940 دولار للأونصة خلال تعاملات ما تبقى من هذا الشهر. نعم كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة كوتيا السيد رائد الخضر من دبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.